إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أشياء كثيرة، منها الربو، مرض الربو. طبعا يصاب طفل واحد من 10 أطفال تقريبا، من كل 10 أطفال بالربو خلال الطفولة، وهناك ازدياد في حالات الربو في جميع أنحاء العالم، ولكن معظم حالات الربو عند الأطفال تشفى مع تقدم عمر الطفل. أتمنى أنكم استفدتم من هذه المعلومة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.